محمد موهوب جدا طبعا، مش بس صوته حلو، انت بتمثل حلو قوي كمان يا محمد. الحمد لله حبيبتي. انا شفتك في افراح القبه، كنا مع بعض في افراح القبه. ايوه والناس قاعده تقول هو مين ده ومين اللي عمال يفتح الباب ويقفل الباب، وكان معظم المشاهد الناس بتدخل البيت كمبوشه ويطلع من الكمبوشه ويكتب في السكريبت ويفتح. كان السؤال مين ده، لانه يعني التمثيل، انت مثلت حاجه قبل افراح القبه؟ لا ما يعني ما وشفتك بقول لك انا بعتبر جراند بقى لي 11 سنه دلوقتي بمثل، ما يحسبش من الشباب بس يعني يحسبها يعتبر تعريف مهم كمان. فعليا بعتبر نفسي بمثل من 2015. ايوه ليه يعني بقى هقول لك انا بقى انا معلمة الحاجات اللي اتعلمت. افراح القبه ال 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 الوجه والخضره والوجه كان 2016 هما الاثنين، ويسري يسري نصر الله، يسري نصر الله الخضره والوجه الحزن. انت كان دورك كمان يعني اخذنا بالنا منه كلنا. وايه كمان طبعا، وكان السنه اللي قبلها بقى كانت دي السنه اللي كانت يعني وش الخير عليا خالص، يعني كانت بين السرايات والعهد وسرايا عابدين. ايوه هما الثلاث اربع سنين اللي في الاخر دول كانت في حاجات كده. انت كنت لسه بتسخن. كنت حبيبي بقى كده، كنت لسه حبيب قلبي يعني. لا 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 ما تقولش كده كده كيوت كده.